بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأهل محبة الله ونصرته ما يميزهم لباس أو شارة، ولا يميزهم دعوة وتزكية من الناس، يميزهم التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من الأمة، هذا اللي يميزهم. ولذلك الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربي من هم أولياءك؟ يفترض أن يقول كل قارئ لله من هم يا ربي أولياءك، حتى أكون منهم وأسعى أن أكون منهم. فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن يجمعوا بين الإيمان والتقوى. الإيمان، الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، من العقائد، من الأخبار، من الأحكام، من الأخلاق، من الأعمال. والتقوى هو الاستقامة على ذلك وترك المخالفة. هذا الإيمان والتقوى، وهذا الذي فصل الله عز وجل بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقابهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما جاء في هذا المعنى؟